نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مال في البنك وقد مضى عليه أكثر من سنة وأريد بهذا المال أن أشتري سيارة أو بيتا أو يقول عندي مال في البنك وقد مضى عليه أكثر من سنة وأريد بهذا المال أن أشتري به سيارة أو بيتا أو بيتا أسكن فيه وليس قصدي التجارة، فهل تجب علي الزكاة؟ بلا شك فيه الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول نتج فيه الزكاة لأي غرض تريده، للزواج، لشراء سيارة، لبناء بيت، مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة لأي غرض تريده أنت. نعم.